2007 أحداث مؤسفة بمدينة الأبيض حاضرة بولاية شمال كردفان، وذلك نتيجة لمسيرة قام بها عدد من طلاب مدارس مدينة الأبيض احتجاجا على عدم توفر خدمة النقل خلال الأيام السابقة كمسيرة سلمية. وتطورت الأحداث بسرعة ودخل فيها بعض المندسين وخلقوا حالة من الفوضى نجم عنها نهب ممتلكات من بنك الخرطوم فرع الأبيض ومحاولة لنهب البنك الفرنسي فرع الأبيض أيضا، مما نجم عن ذلك سقوط عدد من الشهداء بلغ عددهم حتى الآن 5 أشخاص. نسأل الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم آلهم وذويهم الصبر